سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناه تي في فريكونسيز. اتمنى ان تكونوا دائما بالف خير وبصحه وعافيه. ارجو من الجميع مشاركه الفيديوهات فضلا وليس امرا، وان لديكم اي اقتراحات في القناه فاتركوها لي في التعليقات او تابعوني على انستغرام او فيسبوك. ساقدم لكم تردد او عوده قناه قويه جدا على النايلسات غدا باذن الله. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. اخذ دائما التركيب ثم قائمه تي بي ونضيف التردد الذي امامكم 11565 معدل ترميه 27500 والاستقطاب افقي H. هذا احبائي تردد قناه ليبيا الجديده اطفال، ستعود للعمل غدا باذن الله. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها للجميع. سأوافيكم بالجديد أحبائي في الفيديوهات القادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.